يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد كتاب قصصيون يأتون بقصة للأطفال على لسان الحيوانات وغيرها، وهذه القصص غير واقعية، فما حكم كتابة مثل هذه القصص؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك إذا كان ما فيها ظلم لأحد ولا فيها كذب ولا فيها، إنما فيها تسلية للأطفال فقط، ما فيها بأس. نعم.